ذا اول سيت فور ريس نمبر 7 دير اند ريسين انطلقت الشوط السابع من سباقنا لهذه الامسيه من مسافه الفو فور لونج بانطلاقه ثمان من الجياد المستورده ثير بريد ينطلقون مسافه الالف متر المسافه القصيره التي لا تتحمل الاخطاء بانطلاقه المرشح الاول فور ويل دروي الفائز في اخر مشاركاته يلحق به ثانيا لايك ذا لوك مع الفارس حسين مكي والمركز الثالث هنالك ايضا كون شيك مع الفارس بادي ماثر همش مكبث المركز الرابع بينما خامسا لايت أنجلو والمركز السادس دونار مادو والمركز السابع سان برايت اذا لا تزال الصداره والانطلاق حتى الان متواصل مع فور ويل من جانب الاخر هنالك انطلاقه لايك ثلو مع الفارس حسين مكي فعلا ايها المتابعون الكرام لا تزال الصداره والانطلاق مع لايك ثلو بينما هنالك محاولات ايضا من قبل فور ويل درايف اذا فعلا ايها المتابعون الكرام هنالك فور ويل درايف الى سابع اشواط الامسيه اذا فور ويل وبطل الشوط السابع للجنرز ريسنج دونر مادو في المركز الثاني لايك دي لوك في المركز الثالث وكونشيك في المركز الرابع